هنتكلم عن جمال العمة السودانية. أول حاجة عزيز الفاضل، العمة السودانية دي كانت ما في ثقافتنا نحن كمجتمع سوداني، عشان ما ننكر وفقا للتوافد بتاع القبائل العربية اللي أتت للسودان، سواء كان عن طريق بوابة مصر أو عن طريق البحر الأحمر، ولا حتى الطاقية بالمناسبة كانت جزء من موروثنا الثقافي السوداني. الكلام ده حقيقة، كيف الكلام ده؟ أنا أول مرة أسمع الكلام ده. وفقا العمة بالمناسبة دائما بيمتازوا بها القبائل العربية، واللبس بتاع القبائل العربية بعد ذاك انت بتلاحظ في هي العمة دي من جملة صوروها عمة سودانية؟ العمة السودانية هذا سودانية. عندي غيرة شديدة على انا الحاجة دي. معاك، لكن دي ما حقيقة احنا نتعامل بها يا ناخذ استاذ. كلامك صوروها، تفضل. العمة دي بالمناسبة هي اساسا يعني بتعبر عن ثقافة عربية بحتة، وما ننكر انه في مجموعات عربية دخلت السودان، فبالتالي طبيعي جدا هي تكون بقت جزء من الموروث الثقافي السوداني. جميل. فالموضوع يعني ما يفتكر انه فيه خلاف. حتى شكل العمة الناس لما ارتدوه بالمناسبة، لأنه البيئة بتاعت الرحل بالمناسبة بيئة قاسية جدا، عشان درجة الحرارة زادت، أيوة، يعني والتغير التغير المناخي المناخي. وتفاصيل حاجات كثيرة هي ألزمته إنه يرتدوا العمة.